طيب دي كانت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد اجتماعه اليوم في فرع النادي في الجزيرة. زي ما حضراتكم شايفين قرارات هامة جدا قالها الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. طيب خلينا بقى نتكلم في المواضيع اللي عايزين نتكلم فيها مع حضراتكم النهاردة، وهم عندي كذا موضوع. أهم هذه المواضيع الحقيقة خلال برضو اليومين ثلاثة اللي فاتوا، الراحة اللي أنا باخدها أو ببقى بعيد عن حضراتكم، فدايما بتابع ما يحدث وما يقال على لاعبة النادي الأهلي. أنا خلال الفترة اللي فاتت كلمت مع حضراتكم كتير جدا جدا، ويمكن أنا بحاول أن أنا أو دايما بكرر كلامي، لأنه من حوالي شهر شهر وشوية أنا قلت لحضراتكم منذ أن وضع النادي الأهلي قدما في صدارة الدوري العام المصري هناك أمور كتيرة جدا هتحصل. الناس مش قادرة تعمل أي مشاكل جوه الفريق، الناس مش قادرة تعمل أي مشاكل ما بين الجمهور والإدارة، الناس مش قادرة تعمل مشاكل ما بين اللاعبين والجمهور، فلازم يفضلوا يعملوا كده أو يفضلوا يسخنوا الأمور خلال الفترة اللي فاتت. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لما النادي الأهلي بيضع قدما على الصدارة الحقيقة بتبقى الأمور صعبة جدا على الباقين. النادي الأهلي لما بيحط أو بيبقى في صدارة الدوري الأمور بتبقى مختلفة تماما، عشان كده الكل بيحاول زعزعة هذا الاستقرار اللي موجود. أنا مش هتكلم على قنوات بتتكلم ولا حاجات ناس الحقيقة بتتكلم أي كلام أي كلام، وأنا متأكد من الكلام اللي أنا بقوله، لأن أنا الحقيقة بروح للمصدر على طول. لما حد بيتكلم على فلان أو على علان أو على ترتان بروح للمصدر على طول وبرفع السماعة. والكل يعلم ان احنا قريبين جدا من كذا كذا لعيب الحقيقه من النادي الاهلي، او كل لعيبه النادي الاهلي بنتكلم معاهم بيتكلموا معانا بمنتهى الاطمئنان وبمنتهى الراحه. خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا بعد المباراه الاخيره وفوز النادي الاهلي في الدقائق الاخيره على طلائع الجيش، الحقيقه الناس نفسها ان احنا نتعادل، الناس نفسها ان الاهلي يتغلب، الناس نفسها، الناس اللي ما بتشجعش الاهلي طبعا، نفسها ان الاهلي يتغلب، نفسها ان الاهلي يتعادل، نفسها ان الاهلي يبعد بقى عن الصداره وعن الكلام ده كله. ولكن الحمد لله مباراه عن مباراه ومباراه بعد مباراه بتلاقوا النادي الاهلي دائما ما بيتمسك بكل شيء الحقيقه، او بيتمسك بالصداره لاخر ثانيه لاخر ثانيه. والكلام النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال كده، قال ان احنا عندنا روح الفانيلا الحمراء دي بالنسبه لنا هي الاهم في كل شيء، وهي سر انتصارات النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.